اخي انا لما حدا يفتح لي سيرته هذا الرجال، ايوه قسما بالله العظيم لا بسامحه ولا بصالحه. اذا بيجي بيركع عند صرمايتي وبوسها ما بسامحه. انت ما بتعرف شو عمل معي من يومين، قال بدي اقول لي باللي عاوزك ومتضايق وتعبان وبدي اشوفك وبدي شوفك. قلت يلا طيب روح بشوفه. جيت على القهوه لطعني ساعه ونص، قالوا بالاخير ولا شو طلع منغوص. يا اخي قدروا موقفه للزلمه، هي انا قدامك حطيته بنفس الموقف ومع هيك سامحته. لك يا جود انت حرت الصفل، سامحه ما تسامحه تصطفل. انا فشلت عينه هذا واحد، صاير مو طبيعي جانن. هذا الشك عم وصله لمرحله يخليه يتصرف مثل كانه مجنون. لا والافظع من هيك شو بيعملوا، انا قاعد بالقهوه برن موبايلي برد، قام طالع وحده بتقول لي مرحبا انا ربا. في حالي مين، يمكن في سوء تفاهم او غلط او تلمين ربا. قام هيك بكلمه يعني انا ربا مرته لسامر، شو ما عرفتني. مبين الموضوع في انه قام سكرت بوشها. يعني انت حاسس انه هو قفى هالشغله؟ ما انا اول شيء كنت شاكك، بعدين تاكدت. اي وشلون تاكدت؟ اتصلت فيه. ايه شو ايه قاعد جنبها للبنت. وانت شو عرفك؟ لك لما هي حكت معي انا سمعت موسيقى من موبايلها وهي عم تحكي معي، دقيت له فورا طلعت نفس الموسيقى عم يسمعها هو قاعد جنبها. عم هذا جاني رسمي، الحمد لله انا معها تعاطى معي ابنه، واذا بده يجرب يتصل فيني او يحركشني رح اقطع له كرتو من اخره. ها شو بدي بهالقصة؟ عم معقوله لك هلا هو عم يعمل هيك؟ قال يعني مشان يزلقه. لا خيو انتو ما بتعرفوا لسامر، انا سامر رفيق عمري انا وياه من نحن وهيك. لما صارت معه المشكله اول ما حكى معي وركض لعندي، وانا اجيت وقعدت ساعده وفهمه وقال له يا سامر يمكن هيك ويمكن هيك. قام بيقوم بعد يومين بيعمل فيني هذا الضرب، بيحفر لي خندق مشان وقع فيه. خيو هلا المهم الزلمه حاس حاله لحاله ما له حدا. اي باع بالعزا يحس حاله لحاله، شو نعمل له يعني؟ بعدين اخي بدي اسالك انت ليش محروق كل هالقد يعني؟ هو طلب منك تصالحنا؟ ما طلب، بس اللي حسيته انه ندمان وخجلان ومشتاق كثير لايام زمان. لا 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 كان لازم يفكر قبل ما يتصرف التصرف، لكان هذا ضرب بيعمله بصديق عمره، عمل فيني فشر بجوز عيونه، عمل بحاله.